السلام عليكم وأهلا بكم في قناتي. بهذا الفيديو راح أرسم بالألوان المائية هذه الوردة الجورية. أتمنى أنكم تشوفوا الفيديو للآخر حتى تشوفوا كيف رسمتها. في عندي ورق خاص بالألوان المائية، أنا عم بستعمل ورق من ماركة فابريانو. في عندي الألوان من ماركة وينسر أند نيوتن، هذه الباليت اللي بيجي فيها 12 لونا. عم بحضر لون من الأحمر المائل على البرتقالي والأصفر، أضفت إليه الأصفر وأضفت إليه الأبيض الموجود معي بالباليت إلى أن وصلت لدرجة من البرتقالي اللي أنا حابة أنه تطلع الوردي لونها. يعني طبعا أنا علمت مسبقا بشكل خفيف بقلم رصاص الوردي الجورية حتى أستدل. يعني أنا عم بنقل عن وردي طبيعية، وبدأت بهذا الشكل. أول شي بلشت أشتغل على قلب الوردي السنتر. الفرشة اللي استخدمتها هي فرشة خاصة بالألوان المائية، القياس تبعولها رقم 4، يعني نوعا ما فرشة صغيرة. والشعر اللي طالع من الفرشة هو شعر اصطناعي، يعني هو ليس شعر أو وبر أي حيوان. عادة الفرش الخاصة بالألوان المائية في منها الاصطناعي وهي التي أنا بستعملها وبتعطيني نتيجة حلوة، وفي فرش هي فرش شعرها بيكون شعر حيوانات طبيعي كمان بتعطي نتيجة كتير حلوة وروعة، والرسامين الكتير بروفيشنال بيستخدموها، لكن سعرها غالي جدا كمان. بس هايدي كمان بتوفي بالغرض، يعني أنا ما بتزعجني النتيجة اللي بتعطيني إياها. على كل بكمل. خاصة كمان من خصائص الفرش الخاصة بالألوان المائية إنه بدها تكون كتير ناعمة الملمس، لأنه نحن عم نرسم على ورق. إذا كانت الفرشة خشنة قد تؤذي الورقة، يعني وتصل إلى أن يعني تقطع الورقة. بهذا الشكل مثل ما شفتوا في الأماكن اللي أنا حابة إنه يطلع اللون فيها غامق، أقلل كمية الماء المستخدمة. وفي الأماكن اللي أنا حابة أنه يطلع اللون أفتح، يعني مائل أكثر إلى الضوء، بحط كمية ماء أكثر. الحين بدأت عم بشتغل على البتلي اللي هي جاي حوالي، يعني ضم القلب الوردي. بهذا الشكل طبعا انا اللون بلشت كثفه، يعني غمقه على مراحل، يعني مش من اول ضربة غمقت اللون الماكسيموم اللي انا بدي اياه. الرسم بوسط الوردة الجورية بيكون عادة دقيق شوي، بدنا ننتبه كرمال نعمل التفاصيل اللي هي بتعطينا جمالية للرسمة اللي عم نشتغل عليها. منكون بهذا الشكل خلصت قلبها للوردة، بينت عندي مبدئيا انها وردة جورية. برجع بكمل بزيد لون الأغمق، بخففه بالماء حتى يتمدد، يعني بوسط البتلي يكون كثافته أقل من الجوانب. هلأ هون في مثل قلبة عندي للوردة، عفوا للبتلي، كأنه البتلي هي جاية قلبة شوية هيك راجعة لورا. هاي المنطقة عادة بتكون أفتح، لكن تحت منها هي تبقى عاملة ظل، هيدا الظل بعلمه. يعني هلا بيجي للبتلي اللي هي مفتوحة اكتر شوي من جهة اليسار، هي افتح يعني فيها ضوء اكثر من البتلي اللي حاضني الوردي. اضفت لها القليل من الاصفر مثل ما شفتوا. طبعا درجات الالوان خيار شخصي، يعني من نفس هيدا اللون البرتقالي اللي انا عملته حضرته بيطلع معنا عشرات الدرجات.
هون اضفت القليل جدا من اللون الاوكر. رجعت شوي للوسط، هيدي البتل اللي حاضني الوردة، هيدي المنطقة تابعة لإلها. هلأ في بتلي من ميلة فوق كمان لونها أفتح شوي، عم بشتغل عليها بهذا الشكل. طبعا هيدي الوردة الجورية هي وردة في الوسط، يعني مش كتير مفتحة على الآخر ولا انها كتير مسكرة. عادة الورد اللي بيكون بهيدي المرحلة، يعني اللي بالوسط، بيستعملوه بزينة الأفراح وبالبوكيات وما إلى هنالك. مثل ما شفتوا رجعت أضيف بعض اللون الأغمق في بعض المناطق. هلا عم بشتغل على البتلي اللي هي من جهة اليمين، هي نص مفتوحة. المنطقة مطرح ما هيدي البتلي تلصق بالورد بتكون أغمق، والمنطقة اللي تبتعد شوي عن الورد يعني من ميلة فوق بيكون عليها ضوء أكثر. هلا عم بحاول إني أعلم هيدي العكفة حتى يبين عندي إنه في، يعني هي هيك عاملة قبة راجعة شوي لورا من ميلة فوق. عم بحط لها الظل من تحت، برجع بخففه شوي بالمي لأنه ما بدي يكون الظل هيك خط حاد. هلا عم بعمل البتل اللي هي مفتوحة اكتر، طبعا لونها افتح. وهاي البتل اللي من قدام كمان عملتها، فيها كتير تعاريج كان. هلا عم جهز اللون الاخضر، اخدت لون اخضر مع لون اوكر، وبدي اشتغل بهاي المنطقة اللي بتكون تحت الوردة، يعني عنق الوردة. هون حاولت اعمل زوم ان كرمال فرجيكم اكثر التفاصيل. مثل ما شايفين يعني انا معلمة مسبقا بقلم رصاص لكن بشكل خفيف جدا. بدي احاول اني استخدم لون اخضر يكون يلبق مع لون الوردة يتناسق. يعني هلا هودي الاخضر اللي عم بعملهم هو عادة بيكونوا ماسكين الوردة الجورية من تحت. يبقى هو ماسكها شي هيك مثل شي دائري مطرح ما بالمستقبل وبيطلعوا البذور، وعلى جوانب هيدا الشي يبقى فيه مثل شكل أوراق صغيرة. طبعا برجع بغمقهم على مراحل، بس ينشفوا برجع بحط لهم درجة أغمق شوي. مثل ما لاحظتوا إني أضفت للأخضر كمان درجة البرتقالي اللي حطيتها فوق. هيدا الشي هو يبقى الألوان بتمتص من بعضها بس تكون قريبة، وكمان لحتى أجد تناغم في اللوحة. عم بيلمع مطرح الماء لأنه بعده مش ناشف. هلا بس ينجف اكيد بتروح اللمعة.
عنق الوردة الجورية من تحت كمان اشتغلت عليه شوي. هلأ بدي بلش اشتغل على بعض الأوراق اللي حطيتهم من جهة اليسار، يعني افترضت انه عنق ورق كمان طالع، و يعني هو اللي عبارة عن غصن صغير جدا وطالع منه 3 ورقات. خففت اللون الأخضر كتير، أول مرحلة حطيت لون أخضر فاتح. حاولت اني اعمل كمان بعض الطيات في الورقة حتى تبين عندي، يعني فيها نوع من الحركية. انا دائما بحب انه الورق اللي بعمله يكون فيه مائل، يعني ما يكون كتير جالس. بهذا الشكل صرت اضيف الاخضر على مراحل. هون كمان هيدي طالعة لورا الوردة، كمان مفترض اني شايفة هيك طرفها، يعني مش شايفتها مباشرة انا فوق منها. هلا هيدي الورقة الثالثة هي اكتر ورقة هيك جاية مباشرة، لكن حاولت اني اعمل الوسط اللي بقلبها هيدا الخط انه يكون كمان مائل، احسن ما يكون خط جالس، بتصير هيك بحسها بتبين اصطناعية او شيء. شفتوا هون بلشت تزيد اللون الأخضر، هيدا اللون الأغمق شوي أضفت عليه القليل من البرتقالي اللي استخدمته بالورد. طبعا فينا نزيد شوك كمان، أنا ما حطيت شوك بهيدي الحالة لأنه هو الوردة الجورية عادة بيكون فيها شوك. هيك الورقة بتكون مقرقطة، حاولت اني ارقطها فقط ببعض الاماكن مش كلها. يعني مثل ما شفتوا اتضحت عندي المعالم اكتر. بتمنى المهتمين بالرسم انه يكونوا استفادوا من رسمتي هايدي ويكونوا حبوها، او على الاقل استمتعوا خلال مشاهدة هيدا الفيديو. أشكر متابعتكم، وإذا حبيتوا الفيديو بتمنى أنكم تتركوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.